يا بلادي يا بلادي يا بلادي. السلام عليكم، معاكم أخوكم فهد سما الفرج من دولة الكويت الجهرة. انتهز هذه الفرصة لكي يبارك إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح وولي عهد الكريم الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والحكومة الرشيدة. وبهذا المناسبة أبارك إلى سفارة دولة الكويت هنا في تايلاند ومستشفى وشتاني، وأكن لهم بكل الشكر، بارك الله فيهم، بكل السبل التي أخضعوها لنا، ما قصر معانا في كل شيء، وفروا لنا كل السبل، وفروا لنا كل الاحتياجات. وبأخشركم إن شاء الله أن الكل موجودين هنا مرتاحين ومو عايزهم شيء. بارك الله فيكم. بهذه المناسبة للعيد الوطني 25 وعيد التحرير والعيد الوطني المناسبة 60 سنة، أبارك لكم يا أهل الكويت، وأبارك الأهلي أهل الجهرة وأهل الكويت عامة، بارك الله فيكم إن شاء الله، وإلى الملتقى إن شاء الله بعد ما نرجع وإحنا بشفاء، اللهم آمين. والله يعز ديرتنا، جزاكم الله خير، عزيتونا، الله يعزكم، شكرا جزيلا، في أمان الرحمن.